شيرين عبد اللاوي أيقونة رياضية جزائرية تحدت احتياجاتها الخاصة، مثلت بلادها خير تمثيل في أولمبياد ريو 2016. عبد اللاوي استطاعت أن ترفع راية بلادها عاليا بفوزها بميدالية برونزية في رياضة الجودو، وهي تستعد حاليا للمشاركة في أولمبياد طوكيو. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. أسعى دوما لأنير طريقي، لأكون كمقاب شامخ يحفظ جهدي ويرفع راية بلدي عاليا. أجد في القمر أنسي فهو من أنار دربي، لكنني أسعى دوما لأنير طريقي بالعمل، لأكون كمقام شامخ يحفظ جهدي ويرفع راية بلدي عاليا. عبد اللاوي شيرين في عمري 19 سنة، أمارس رياضة الجودو أقل من 52 كيلوغرام لذوي احتياجات الخاصة. وجدت من عند ربي نعمة ونحمدها، وهذا الشيء ماشي مرض ولا ربي ابتلاني والحمد لله. وأنا جامي شفت عائق في حياتي. تعاملوا كأي فرد، إذا كانت العقوبة نعاقبوها، إذا كانت الشكر نشكروها. كأي فرد ما نحسوش بهذه الأمة، لأن هذه هي اللي توصلها للإعاقة. هو الإنسان في ذاته مش عاق ويخلق هكذا. إذا هم أهله اللي حوسوه، إذا فوقوه إلى عاق ولا لا، خلوه بتجربته يمشي يطيح ينور أي حاجة. الألقاب اللي حققتها في مسيرتي الرياضية في 2013 كانت أول مشاركة لي، كانت مشاركة أوساط، بطولة عالمية حققت فيها ميدالية فضية في المجر. 2014 كانت بطولة عالمية للأكابر حققت فيها ميدالية برونزية. كي توجت بالميدالية البرونزية الفرحة تاعي، كي شفت العلم تاعي طلع وفرحت الشعب الجزائري تاعنا، والحمد لله الناس اللي وقفت معايا ما خيبتلهاش ظنها. وأمانة شرفتني، أنا مش حساعد، وكانت تنافس يعني تنافس في الأصحاء اللي تحصلت مراتب كبيرة في الأصحاء. وتحضيرات كاع لطوكيو إن شاء الله، وقبل طوكيو راني نخمم في البطولة العالمية اللي نحقق فيها ميدالية ذهبية إن شاء الله، باش نعاود نشوف الراية الوطنية تطلع مرة واحدة أخرى.